بلسم. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجدد لكم التحية من خلال برنامجكم بلسم على أثير نور دبي، وموضوعنا عن التدبير غير الجراحي لأمراض الجهاز الحركي والعمود الفقري، مع ضيفنا الدكتور محمد إبراهيم المدير الطبي في مركز SSC Spine Center في دبي. طرق التواصل عبر الهاتف 600-551-414، الرسائل النصية القصيرة على 4006، وأيضا نرحب بمتابعينا عبر الحساب الرسمي لإذاعة نور دبي على الإنستغرام لايف نور دبي راديو. دكتور محمد، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. يا مرحبا. التدبير غير الجراحي للجهاز الحركي والعمود الفقري من خلال طبعا مركزكم في دبي، بداية لو توضح لنا عن هذا المركز، ما هي الخدمات التي يقدمها دكتور محمد، ومن ثم ننتقل للحديث عن ألام أسفل الظهر اللي عادة تصيب حوالي يعني 80% من الأشخاص يختبرون هذه الألام على الأقل لمرة واحدة في حياتهم. للأسف البعض الآخر يعني تكون مشكلة طويلة الأمد إن لم يحسن تدبيرها. نعم نعم. تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أولا نحن مركز سباين SCC سباين كير سنتر في دبي. نحن مركز طبي متخصص في ترميم العمود الفقري والعلاج الطبيعي، ويقدم خدمة متكاملة وشاملة لرعاية كل مشاكل العمود الفقري والعظام والأعصاب بتجهيزات ومواصفات عالية الجودة. نعم. رؤيتنا في مركزنا في دبي تقوم على مفهوم طبي عادة متخصص يساهم في الارتقاء بالخدمة في مجال تقويم العمود الفقري والعلاج الطبيعي المتخصص بالإمارات وخاصة منطقة دبي، من خلال مفهوم يتصف يعني بالجودة والتمييز والمعرفة الطبية والريادة والأفضلية في جودة الأداء والحداثة التقنية. نعم. رسالة المركز أستاذنا هي عبارة عن تقديم خدمة طبية شاملة، يعني تعمل على وضع خبراتنا وإمكاناتنا في المجال الطبي لخدمة الإنسان وخصوصا المرضى الموجودين في منطقة الأمارات والخليج. نعم. ورعايتنا بتكون رعاية صحية متقدمة كما ذكرت بأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية، من خلال الرعاية والاستخدام الأمثل للموارد والعمل الجماعي. من أهداف المركز طبعا تقديم أفضل الخدمات الطبية من خلال توفير أحدث الأجهزة التشخيصية عادة والعلاجية، ومواكبة بالتطوير التكنولوجي التي تقوم عليه الدول، وخاصة أنه نعرف أنه الأمارات ودبي خاصة هي عادة المتقدمة في التطور التكنولوجي. نعم. وتستقطب طبعا الكفاءات، يعني هذا يعني أمر هام جدا، الكفاءات البشرية. نعم. وتوفر أيضا يعني أحدث الأجهزة. نعم. التي تخدم المريض بشكل. نعم. أساسي طبعا. نعم. نعم. طيب ألام أسفل الظهر يعني كعرض لأمراض مختلفة، وليس فقط مرض، يعني عرض لأمراض مختلفة قد تكون في العمود الفقري، قد تكون في الجهاز الحركي، قد تكون من أعضاء أخرى في الجسم، وهي مشكلة يعاني منها الكثير من الأشخاص. نعم. دكتور. نعم نعم. طبعا الألام الظهر صارت يمكن نقول هي عبارة من أحدث الظاهرات التي تكون في عالمنا الأخير، من وضعيات مختلفة في الجلوس والمسافة، يعني لأوقات وساعات طويلة جدا، فعادة يكون العمود الفقري هو المتأثر، ومن هذه ال اسمه ايش التغيير. نعم. يحصل تغيير وتبدا الاول في الام خفيفه، الناس كلها بتعتقد ان عباره عن شد عضلي او اشياء خفيفه يحتاج فيها مساج او شيء، ويكون عباره عن تنبيه انه في شيء يحدث في العمود الفقري خاصه ضغط او شيء على الاعصاب، فبتكون إشارات أولية لتفادي يعني حاجة أسباب تدينا تقريبا ما يقول نتحاشى فيها أمراض في المستقبل. نعم.
طيب آلام أسفل الظهر على سبيل المثال، يعني نأخذ هذه الجزئية تحديدا، قد تعالج دوائيا بالمسكنات وبالأدوية المضادة للالتهاب المعروفة، وأيضا تعالج بالراحة في بعض الأحيان، تعالج بالطرق بالعلاج الطبيعي، وقد نلجأ إلى العلاج الجراحي في حالات معينة. مركزكم يعني بالنسبة لآلام أسفل الظهر كيف يتعامل مع هذه المشكلة؟ يعني لو أجيت أنا أو أي شخص آخر لدي آلام في أسفل الظهر، ما هي الخطوات التي يقوم بها المركز؟ هذا واحد. اثنين، ما هي الطرق المتاحة للتشخيص وللعلاج؟ نعم، أولا الخدمات العلاجية التخصصية الموجودة في المركز، قسم تقويم العمود الفقري، قسم المساج الطبي التخصصي، وقسم العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل وإصابات الملاعب الرياضية. نعم. بالنسبة لقسم تقويم العمود الفقري بيقوم على بنعمل على أحدث الأجهزة الحديثة في مساعدة وعلاج العديد من المشاكل الصحية، مثل ما تفضلت ألم الظهر، الانزلاق الغضروفي، الألام الصداع المزمنة والصداع النصفي، ألم العنق، والألام الناجمة عن أصابات الجهاز الحركي والعضلات والعظام. فبواسطة أحدث الأجهزة الموجودة حاليا في أمريكا نقوم بإيجاد المشكلة أو وحلها في نفس الوقت بدون أي تدخل جراحي. عادة الجهاز يقوم بإيجاد المشكلة وتقويمها في نفس الوقت، ويحس المريض في نفس الوقت بأنه يمكن من أول جلسة عندنا بحس بالفرق، يمكن حوالي 50-60-70% بتخفيف في الألم، وإذا في تنميل، إذا في أي مشكلة حركية. فبعدها بتحول المريض عندنا قسم العلاج الطبيعي والتأهيل، فبيقوم بعض الأخصائيين المختصين في هذا المجال معانا في المركز على تقديم العلاج الطبيعي بأفضل الأجهزة الطبية الموجودة الحديثة، والتي نفتخر بها أنها تكون هي تقريبا الأولى في منطقة دبي. في دولة الإمارات أم في دبي فقط؟ هي الحين في دبي حاليا. نعم نعم نعم. طيب نذكر بطرق التواصل على الهاتف 600-551-414، الرسائل النصية القصيرة على 4006، وعبر الحساب الرسمي لإذاعة نور دبي على الانستغرام لايف نور دبي راديو. وضيفنا الدكتور محمد إبراهيم، المدير الطبي بمركز SSC سباين سنتر بدبي. موضوعنا عن التدبير غير الجراحي لأمراض وآلام الجهاز الحركي والعمود الفقري. من الرسائل عبر الانستغرام، السلام عليكم يعطيكم العافية، عمري 42 سنة، من كم شهر أعاني في ألم في منطقة العصعص في أسفل الظهر، طبعا عند الجلوس، وهل علاجه بالإيبوبروفين حسب ما قرأت عن المرض؟ طبعا تفضل. سمعت السؤال. نعم سمعت السؤال. نعم تفضل. عادة مشكلة العصعص أو ماسوري الكوكس هي عبارة عن آخر ثلاثة فقرات موجودة في العمود الفقري. نعم. فبتأثر عادة، بتكون عادة في إصابة، مثلا إصابة حادث سيارة أو إصابة رضية طويلة. نعم. أيوة وضيق شوية. نعم. فبيحصل عادة بعض الضغط عليه، فبرجع اللي اسمه الكوكس أو العصعص. نعم. أيوة على الخلف شوية، فبيعمل أثناء الجلوس ضغط عليه فبيعمل آلام غير مطاقة. نعم. عادة البروفين أو المسكنات الأخرى هي عبارة عن مسكنات فقط. نعم. لتخفيف الألم أو تسكين الألم لفترة محدودة. فالعلاج بمركزنا عادة بنقوم بتشخيص وضع الكوكس أو العصعص وترجعه إلى مكانه الطبيعي. نعم. من غير تدخل جراحي زي ما ذكرت بأحدث الطرق شوية والأجهزة الحديثة. نعم. طبعا عادة بيحس المريض بعد ترجع العصعص إلى مكانه، في نفس الوقت بيحس بأن الألم بدأ يخف ويتحسن الحالة. نعم نعم. طيب مع اتصال. ألو السلام عليكم. السلام عليكم دكتور. عليك السلام. مين معي؟ بخير. يا مرحبا. الله يسلم. أنا بأسأل، أنا عندي الوالدة سلمكم الله، يعني هي فيها شلل نصفي على اليسار. نعم. أوكي. وحين يعني ما تمشي بعد، عند الركبة اليمين هي اليسار أولا لأنها في شلل نصفي على اليسار. نعم. فما تروم تمشي أحيانا في اليمين بعد الركبة عندها خلاص خشونة ما تروم تتحرك.
لكن المشكلة الأكثر أنها ما ترمتيلت لأن ظهرها كلها تتألم من ظهرها، وديناها مستشفيات نومت عندهم لكن ما سولنا أي علاج، ما سولنا أي حل. فأنا ما أعرف شو الحل، هل أنا أوديها المستشفى وفي طيب. علاج حقها؟ شو خبروكم هما لما أنت رحتي آخر مرة المستشفى بدون ذكر اسم المستشفى طبعا؟ هي بدون ذكر المستشفى، بس أنا يعني آخر مرة وديناها عشان شيء ثاني مش عشان هذا الظهر، بس هم شافوها لكن ما سووا أي شيء. لكن بعد فيها أنا بقول حق الدكتور أن فيها تضخم في الـ في الـ الكبد أنت وشوي في الكليتين شوي قصور في الكلية. نعم. فهاي شو شو علاجها؟ ظهرها مولي يعني ما تمتيلس. طيب. لا لازم نحط لها مثل تكية مثل مسدع على وراء ظهرها. طيب. دكتور محمد نعم. نعم. دكتور نعم. محمد الوالدة يعني ما تمشي بعد يعني. ندعي لها بالسلامة نعم. أولا وطبعا دكتور محمد راح يجاوبك، تفضل دكتور محمد. الله يعطيك العافية. أول شيء طبعا لازم تشرفنا بالمركز، مفروض نعمل تشيك كامل أو فحص على العمود الفقري ونشوف إذا أي فقرة من الفقرات عاملة ضغط على العصب اللي نازل عندها في الأرجل أو في اليدين. فإن شاء الله طبعا أنا ما أعرف العمر والوزن هي كلها تفرق عندنا. نعم. هو لابد أن يكون هناك صورة متكاملة طبعاً. نعم. إذا عندك أختي العزيزة نعم. إذا عندك أختي العزيزة تقرير طبعاً حتى نبعته للدكتور محمد، أو إذا حتى بتحبي يعني تتواصلي مع الدكتور محمد وتزوره أيضاً في المركز فحتى يقوم بالكشف على الوالدة ويعرف. وين المكان دكتور؟ نعم. المكان في الجميرة طبعاً يعني بعد الفاصل بنعطيك العنوان بالكامل. بس إذا بتتركي رقمك عند الأخت ميرا بالتنسيق من بعد إذنك. إن شاء الله. شكرا لاتصالك، نتمنى الصحة والسلامة للوالدة وللجميع. أيضا اتصال آخر، السلام عليكم. السلام عليكم. عليك السلام، مرحبا. كيف الحال؟ يا مرحبا، أهلا وسهلا فيك، تفضل. نفضلك، عندي سؤال حق دكتور. تفضل دكتور، معك محمد. تفضل. دكتور محمد كيف الحال؟ حياك الله، الله يحفظك. تفضل. حياك الله. أنا عندي آلام بالظهر من سنين، ورحت للعلاج الطبيعي وسويت الامراي ما والعلاج بالموجات ما في أي تغيير، الألم هو الألم ما تغير ولا أي درجة. طيب في الإماراي ظهر أي شيء؟ ما سليم، ما في أي شيء، ما في أي شيء. ما خبروك شو السبب أو شو المشكلة؟ يعني ما قالوا لك أنه لا سمح الله مثلا في انزلاق أو في مشكلة أخرى؟ ما في ولا أي شيء الحمد لله، بس الألم موجودة باستمرار. نعم. حتى يعني حتى نعم. أقعد ما نص ساعة خلاص أحس بألم، لازم أوقف. طبيعة عملك لو سمحت. نعم. طبيعة عملك يعني مكتبي ميداني. ميداني. نعم. ميداني اوكي. عادة ما كل مشاكل العمود الفقري او الام الظهر بتكون عادة من الديسك، في اسباب اخرى اذا ما كانت مثلا عبارة عن عضلات بتكون في عندنا اشياء اسمها زي مثلا فاسيت سيندروم او بعض الاحتكاك، فعادة بيكون في وضع لبعض الفقرات غير طبيعي أو فيه ضغط شوية على العصب اللي نازل عندك في الرجل أو في الظهر، فإن شاء الله ممكن تشرفنا في المركز فنعمل لك تصوير كامل على أو فحص كامل ونقوم بالعلاج في نفس الوقت. الحاجة اللي كويسة عندنا إنه بنعمل الفحص والعلاج في نفس الوقت، فبنوفر حتى للمريض الوقت ونوفر له إنه ما يعني ينتظر لحد ما يأخذ علاج لوقت أطول. نعم. تشرفنا إن شاء الله وأبشر وأمور بتكون طيبة بإذن الله تعالى. ممكن أعرف وين مكانكم؟ كمان إذا بتذكر رقمك عند الأخت ميرا طبعا من بعد إذنك، وإذا عندك أيضا تقرير تبعت لنا التقرير، أنا بتواصل معك بعد البرنامج حتى نبعته للدكتور محمد وحتى أيضا يكون لديه صورة عن الموضوع. شكرا لاتصالك أخي العزيز. طبعا موضوعنا عن التدبير غير الجراحي لألام أسفل الظهر وأيضا مشاكل العمود الفقري، ليس فقط ألم أسفل الظهر يعني من العنق إلى كافة الجهاز الحركي دكتور. نعم. وللأسف نعم. معظم مشاكلنا في هذا الموضوع يعني إن لم تكن بسبب إصابة رضية يعني كحادث أو غير ذلك هي بسبب الوضعية الخاطئة، وطبعا أعتقد هذا الدور هو للجهاز وأيضا لمجالك وتخصصك دكتور محمد. نعم نعم. عادة نظرية عمل تقويم العمود الفقري بتعتمد فين الجهاز، أنا حوضح بس سمحتوا لي حاجة خفيفة عن العمود الفقري وكيف يقوم تقويم العمود الفقري أو الكيروبراكتيك. فعادة الجهاز العصبي لدى الإنسان يسيطر على جميع الوظائف العضوية في الجسم، كلنا يعرف هذا الكلام، وفي رسائل عصبية
بتصير من الدماغ إلى الحبل الشوكي، من بعدها بتتحول إلى كل منطقة في جسم الإنسان. فإذا عندنا أي مشكلة نظرية الأوضاع أو في غير أوضاع غير طبيعية لعظام العمود الفقري أو الفقرات بالذات، فتتأثر هذه الرسائل اللي بتكون عادة موصلة من العمود من المخ للعمود الفقري لهذا العظام. نعم. فمن هذه المشاكل يعني، ومنها ما نذكر منها إلا القليل مثل زي ما ذكرت المشاكل الصحية، ألم الظهر، الانزلاق الغضروفي، ألم الصداع المزمن والصداع النصفي، حتى ألم العنق، وفي الألم الناجم عن إصابات الجهاز الحركي والعضلات والعظام، حتى في مشاكل بتكون أمراض الأعضاء الداخلية مثلا الحموضة، ترجيع في المعدة، حاجات بتكون ما لقينا لها سبب عضوي هي موجودة فيها. فبتكون عادة المشكلة من الرسالة الموجودة بين المخ وبين بين العمود الفقري. نعم. طيب معي طبعا اتصال. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله دكتور باز. يا مرحبا، أهلا وسهلا فيك، تفضل. مرحبا بك، مرحبا بضيف الكريم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. مرحبا يا دكتور محمد، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. يا أخي أنا والله بعاني تحت الناي ألم وشواري بعيد جبل علي ساكن الشارقة، شعرت بألم تحت الناي، ألم شديد. طيب ممكن تصف شوية حاجة عن الألم هذا، أنت صار وكيف وأول مرة ونوع الألم؟ أول مرة. أنا أصلا الموضوع بيهمني ما مش ألمي أنا، الموضوع عندي أختي جات معي زيارة هنا وعندها كان في السودان قال عندها خرشونة في الركبة بس عندها ألم في الظهر. نعم نعم. هذا تورم ماذا تتحرك يعني؟ أنا أسمع لأختي أنا ما مشكلة. ما في مشكلة إن شاء الله نحل المشكلة الاثنين بإذن الله تعالى. شكرا لك. نعم. شرفنا، هو إن شاء الله في المركز وإن شاء الله ما نقصر معه، وربنا يساعدنا نقدم له أحسن خدمة وأفضل خدمات بإذن الله. المركز وين إن شاء الله؟ بير الشارقة. بدبي، وطبعا يعني في الجميرة في دبي. إذا أيضا بتترك رقمك عند زميلتنا ميرا بالتنسيق، بتواصل معك بعد البرنامج ونوصلك بالدكتور محمد. شكرا لاتصالك. طبعا حبينا نوضح مسألة بأنه المعالجة دائما سببية في كافة الأمراض وليست عرضية، يعني من لديه صداع ويتناول مسكن للألام لن يستفيد كثيرا، سيخف العرض لكن سيبقى المرض، والمرض قد يكون لا سمح الله خطيرا. إذا كنا نتكلم عن الصداع قد يكون بسبب لا سمح الله ورم، قد يكون بسبب ارتفاع في الضغط، قد يكون بسبب ألام في الفقرات أو في الأسنان أو في أي يعني شيء آخر. نفس الشيء بالنسبة للألام العمود الفقري أو أسفل الظهر، إذا شخص لديه ألام في أسفل الظهر وأهمل هذا وتناول المسكنات، فعد فترة ممكن يؤدي لا سمح الله إلى يعني ضغط الكثير على الأعصاب، وبالتالي حدوث الشلل بسبب الإهمال، قد يكون هناك انزلاق غضروفي وقد لم يكون يعني مشخص بشكل دقيق. أيضا اتصال. نعم. آخر. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام دكتور بسام. عليك السلام، يا مرحبا، تفضل. كيف حالك؟ يعطيك العافية، تفضل. جزاك الله خير. أنا بالنسبة لي عندي انزلاق غضروفي يعني حوالي 4 فقرات في العمود الفقري. معي دكتور؟ يا عم نسمعك. نعم. تفضل. الموضوع هذا ممكن 20 سنة وأكثر، فالدكاترة قالوا لي اعمل عملية، لا اعمل ما تعمل، فأنا ما عملت عملية طبعا، وصبر على الألم يعني كده ومصبر نفسي. طيب ليش ما عملت العملية؟ ليش ما عملت العملية؟ طبعا لا، ناس نصحوني، لا في دكاترة قالوا أيوه في ناس خطورة وفي كده، فأتحمل على نفسي. نعم. والحمد لله لغاية الآن ما سويت. طيب دكتور، هل في علاج غير العملية عندكم إن شاء الله؟ طيب. وهل العيادة المركز يقبل التأمين ولا ما فيه؟ طيب شكرا لاتصالك دكتور محمد. طبعا معي حوالي دقيقتين، فنحاول نجاوب على الأخ المتصل وأيضا يعني نصيحة أخيرة. نعم، بالنسبة للمتصل، إذا كان الديسك اللي أول نزلها الغضروفي في الرقبة أو في أو أسفل الظهر، فعادة 90% ممكن نتفاداهم بجراحة. في بعض الحالات تحتاج الجراحة بس حالات بسيطة جدا، لكن أكثر شيء 90% منهم. فممكن يشرفنا الأخ إن شاء الله في المركز بإذن الله، ويحضر معه جميع الصور والتشخيص، وإن شاء الله بإذن الله بنقوم بفحصه وعلاج بإذن الله تعالى.
طبعا مثل ما بنعرف مثل ما ذكرنا طرق العلاج مختلفة، قد تكون دوائية، قد تكون بالعلاج الطبيعي، قد تكون بالراحة بالوسائل المحافظة، قد تكون أيضا نعم. بالعلاج الجراحي. هناك أيضا حالات تتطلب العلاج الجراحي يعني، لكن لابد أن نشخص وأن نعرف السبب الذي أدى لحدوث هذه المشكلة، ومن ثم نضع الخطة العلاجية المناسبة. كل الشكر للدكتور محمد إبراهيم المدير الطبي في مركز SSC Spine Center بدبي. دكتور محمد شكرا جزيلا لك. وعليكم السلام، شكرا لكم وشكرا على الضيافة. يا مرحبا.